بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث اليوم راح يكون عن الانفنتوري. الحديث اليوم مميز جدا 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 يا جماعة، ونأمل ان انتم تحاولوا تكيب فوكس معنا شوية كده. طيب عن الانفنتوري، الانفنتوري ده الايكون الثالثة زي الشنطة، ولما بنضغط عليها بيفتح لنا الانفنتوري. بمنتهى البساطة وبمنتهى الوضوح، الانفنتوري ده يا جماعة بيكون بمثابة المخزن اللي فيه انت بتشيل كل الحاجات اللي بتكون معك. وانا بيكون معايا حاجات، منطقي جدا انك بيكون معك حاجات كتير جدا، مثلا ما بين اوتفيتس، ما بين ملابس، ما بين حاجات كتير جدا بتكون موجودة معاك، بيكون مفادها في الانفنتوري. او لو حضرتك كنت عايز تشتري حاجة معينة بتتحط فين؟ في الانفنتوري. يبقى الانفنتوري ده بمثابة المخزن اللي فيه حاجات كتيرة جدا تتعلق بالافاتار بتاعك. تمام كده، اوكي. من تحت العنوان ده بتلاقي في عدد الايتمز اللي موجودين في الانفنتوري، يعني انا عندي 3456. ما بين وما بين حضرتك طبعا مش هيكون عندك العدد ده اكتر او اقل، لان الحاجات ديت ممكن تضيفها او ما شابه. تمام جيد. على برضه بيكون في حاجتين اتنين، ماي انفنتوري وريسنت. طيب ماي انفنتوري ديت الانفنتوري المخزن الرئيسي بتاعي، وريسنت بيقول لي ده سينس لوجو، من اخر الحاجات اللي انا استخدمتها بشكل مؤخر. مثلا اذا كنت لبست ساعه، لبست نظاره، غيرت سكن، الحاجات اللي انا اتعاملت معاها بتكون موجوده في ريسنت. تمام اوكي جميل. البار الثاني بيكون عباره عن ريسيفد ايتم من تحت. يبقى البار ده مقسوم لنصين، الانفنتوري من فوق وريسيفد ايتمز. الريسيفد ايتمز ديت الحاجات اللي انا بشتريها او الحاجات اللي حد بيهديها لي او ما شابه. بمجرد ما اني اطوي السهم ده بلاقيها بتطوي كده وبيقول لي ان عندك 15 حاجه، واول ما افتحهم بيقول لي الحاجات ديت ايه. ومن تحت كده بتلاقي فيه ثلاث حاجات، اولهم بيكون شوب عشان نروح على ماركت بليس، ونظرة سريعة جدا عن ماركت بليس. الماركت بليس ده يا جماعة بيكون عبارة عن المكان اللي فيه انت ممكن تشتري حاجات كتير جدا، او بمثابة السوق اللي فيه سكند لايف ممكن يبيع او انت تتعامل مع ماتيريالز مختلفة. طبعا الامر سيميوليت للواقع ومع التحفظ للحاجات اللي بتتباع او بيتم شرائها، بس الفكرة بمنتهى البساطة زي ما في على الريال وورلد هايبر وماركت بليسز، في على الفيرشوال وورلد ماركت بليسز ليه كاتيجوريز تصنيفات زي انت عايز تشتري مين، افاتار، ابيرنس، اكسسوارز، حاجات لها دخل بالصوت، شخصيات، اسلحه، ويبونز، اي حاجه بتلاقيها موجوده في الماركت بليس ده، وهيكون مسار حديثنا بشكل مفصل ان شاء الله باذن الله. نرجع مره تانية للانفنتوري تبعنا. طيب انا لو رحت رجعت مره تانية لماي انفنتوري بلاقي ان البار ده مقسوم لنصين اساسيين. تمام اوكي، ايه النص الاولاني اسمه ماي انفنتوري والنص الثاني اسمه اللايبراري. تمام اوكي جميل خالص. يبقى كده نقدر نقول ان ماي انفنتوري ده يخصني انا بحاجاتي اللي انا اشتريتها انا. ها تمام كده، الحاجات ديت في ما بيننا وما بين بعض اوجه اختلاف فيها. تمام اوكي. لكن اللايبراريز ديت افتراضيه بتكون موجوده مع نسبه كبيره جدا من الافاتارز الخاصه بسكند لايف. تمام، نبدا مثلا باللايبراري. بتلاقي ان في بادي بارتس، اجزاء الجسم زي مثلا الالفا والتاتو والاي وحركات العين والكلام دايت، الكلوثينج الملابس، الهدوم انيشيال ومال وفيمال واوتفيتس مختلفه، الجستشرز خاصه بالمال والفيمال، وزي الايحاءات ديت يا جماعه، ان يعني مثلا لما احرك شفايفي على الفيرشوال رولد ده الجستر. اللاند ماركس دي بمثابه الاماكن اللي انا بروحها وبحفظها في الفيفوريتس، فده يخصني انا يعني مش يخص اي افاتار تاني. النوت كاردز ده يكون مسار حديثنا بشكل مفصل ان شاء الله باذن الله جوه بيئه الفيرشوال كلاس روم. الاوبجكتس، مجموعه من الاوبجكتس الكتيره زي مثلا تورش، كشاف، ممكن لو كانت الدنيا ضلمه شويه نحاول ننوره، حاجات مختلفه زي كيت، زي كارت، ممكن الكارت دي مثلا بتكون مع بمثابه عربيه ممكن نركبها، وفي بيزك تشير، في كراسي، في حاجات كتير. الحاجات ديت ممكن تتعامل معاها يعني، وجواها بتلاقي في امور مختلفه زي مثلا حاجات خاصه بالبيزنس، حاجات خاصه بمثلا بيقول لي في لاندسكيبنج، في لاندسكيبنج ممكن تلاقي كده ورد، وتلاقي مثلا زرع، وتلاقي شجر، وحاجات مختلفه.
ده اللي بيكون موجود جوه الانفنتوري يا جماعه. تمام كده رايت اوكي. ده بالنسبه للاوبجكتس. لو طوينا اوبجكت بتلاقي مثلا الفوتو البومز هنا بيكون في مجموعه من الفوتوز الصغيره وجاست انت عايز تشوفها جاست كليك اوبن عليها فبيفتح لك الصورة وانت بتشوفها وتتعامل معاها. طبعا حضرتك ممكن ترفع الالبومز بتاعتك السكريبتس دي بمثابة السكريبتات. طبعا احنا عارفين ان لندن بتشتغل على لغة برمجة سبيشال خاصة بيها فبيكون في سكريبتس الساوندز الصوتيات التكستشرز. ممكن تحط تكستشرات زي مثلا تكستشر للهير. التكستشر ده بمثابة ارضية يا جماعة بتصلح لاضافة حاجة. يعني مثلا لو انت بصيت على الارض تحت عندي لو انا مثلا عملت ستاند وقفت اهو البلاط ده يا جماعه تكستشر حاجه كده يونيك ليها واحد عضوي ده بنسميه تكستشرز. حاجات زي كده يا جماعه فهو مقسمهم لي. عندك في تكستشرز للبيلدنجز مثلا انت عايز ايه في بريكس في حاجات مختلفه. بعدين في الاكسسوارز. في الاكسسوارز بتلاقي في مثلا الباجز عندي شنط عندي سكرافتس يعني عندي تي شيرتس عندي امور مختلفه ممكن تتعامل معها. طيب اوكي بمنتهى البساطه التعامل مع الانفنتوري مع الاوبجكتس ديت يعني ايه. مثلا انا لو فتحت اوبجكتس ورحت دورت مثلا على كارت دي وكليك يمين عليها وخليني نقول انا لو اخدتها وحاولت احطها في الارض يعني جاست بس انا مسكتها وشدتها وحاولت احطها على الارض فبيقول لي بص انت عندك مشكله كان نوت ريز مش هتقدر مش مسموح ليك انك تحط الكارت دي علشان المكان ده مش في ملكيتك او كده. طيب يمكن يكون موضوع ان انا ادرج عربيه موضوع صعب شويه بس مثلا لو انا كليك يمين على التورش الكشاف وقلت له وير فانا كده في ايدي تقريبا اعتبر كاني مسكت التورش او الكشاف ده فمش قصتنا المهاره ديت بس انا هحاول اقول لك اني انا ممكن اعمل كنترول في الصن علشان اخلي المساله بجد في نص الليل ميد نايت. الكنترول ده تبعي انا يعني تمام. فانا كل ما امشي في مكان معين هلاقي ان الكشاف اللي في ايدي ده هيحاول ينور لي المكان لو كانت الدنيا ضلمه عند اي حد تاني. يعني ديت الفكره بتاعت الاوبجكتس. يعني انت مثلا محتاج مجموعه من الحاجات اللي بتكون موجوده معاك وقت ما انت بتحتاجها بتبتدي تطلعها وتعمل لها وير وهكذا. انا كده مثلا لابس التورش ممكن احاول يعني لو انا مش عايز اعمله تيك اوف ماشي اقول له ديتاتش الحاجه اللي موجوده في رايت هاند. انا مش عايز وانا يعني مش عايز الحاجه اللي موجوده في ايدي اليمين او بما ان ادق ممكن انا اروح على الابيرنس مره ثانيه ومنه مثلا اني احاول اشوف ايه الحاجه اللي كانت موجوده معايا. يعني هو المشكله كده ان انا عندي نقطتين ان الابيرنس داخل بالمظهر بس ملوش دخل بالكشاف فموضوع الكشاف اللي في ايدي ده هو خاص بحاجه تبعي انا اهو. فعشان كده اي مساله تاخد حبة ضغط صغيرة لان احنا بعد ما فضينا الكلام اللي في ايد اليمين الكشاف بقى رجع لمكانه تاني. لو انا مثلا كنت عايز اي نقط تاني ميديا بلاير الامور ديت بشكل مشابه خلونا نرجع الشمس مرة تانية علشان نخليها سان رايز بحيث ان الاضاءة تبقى متظبطة. ده بالنسبة للانفنتوري مجموعة الاوبجكتس اللي موجودة في الانفنتوري فده بيكون بمثابه المخزن. طبعا انا كده في ريسنت استخدمت اوبجكتس استخدمت الكشاف فبيجي موجود عندي في الريسنت. ده بالنسبه لللايبراري اللي بيديهاني سكند لايف اوكي. اما ماي انفنتوري ده بيتشكل من تعاملي انا مع البيئه. يعني ايه مثلا البادي بارتس هيكون انا غيرت في ستايل شعري فانا عندي بادي بارتس مش موجود عندك في الكولين كاردس ممكن يكون اتكلمت اهو مثلا اتكلمت مع زهراء اخر مره ومثلا ريهام ريزيدنت اخر مره فالكلام ده بيكون موجود. دولت مجموعه لائحه الفريندز تبعك الكلوزنج كانت علشان لابس او الشخصيه اللي اسمها جوليان الافاتار اللي انا شغال بيه ده جوليان كان ليه حاجات كتير كده فده موجود عندي اوريدي تمام. كرنت اوتفيتس تبعي الحاجات اللي انا لابسها اوريدي الجستشرز الحاجات اللي لوست وفاوند انا ممكن اكون حطيت حاجات في اماكن والسكند لايف بيقول لي بص انت نسيت الكلام ده فبمجرد اني امشي بره اللاند سكند لايف بيقول لي لا ده انا لقيت الكلام ده هو يخصك فبيتحط في لوست وفاوند. ماي فيفورتس الحاجات اللي انت بتفضلها ومن ضمنها الاماكن اللي انت بتروحها. ماي اوتفيتس
وانا عندي 3 اوتفيتس نفس الفكره بتاعت الماركت بليس. انا كان عندي في ماي اوتفيتس 3 سيمبل والسيوت كاجوال والتيتشر، نفس الثلاثه دول في الاوتفيتس تبعي، الاوبجكتس تبعي، الحاجات اللي اهو، وممكن اعمل لهم كوبي وكده، الترش السله اللي فيها الحاجات اللي انا ممكن انحذفها، الامر المشابه طبعا حاجات كتير خالص وهكذا. في امور الحاجات اللي تحت ديت مثلا انا اشتريتها، اشتريت مثلا ترابيزات، اشتريت براوزرات، اشتريت حاجات مختلفه، ده الامور. طيب السيريز ده الطريقه اللي انت بتتعامل بيها مع الانفنتوري بتبقى المفروض انها تكون منظمه شويه. يعني مثلا انا في الترش سالت لهم هنا، لو انا ضغطت كليك يمين وقلت امبتي ترش بيجيب لي بار وبيقول لي خلاص انا فضيت لك كل الحاجات اللي في السله، انت حذفت كل الكلام ده انت مش عايز. اوكي تمام. مثلا انا في الانفنتوري ممكن ابتدي من تحت كده اعمل زائد، وفي زائد بيقول لي اه انت عايز ترفع ابلود، عايز تعمل نيو فولدر، عايز ايه بالظبط. انا ممكن اعمل مثلا نيو فولدر واسمي النيو فولدر ده مثلا يعني حاجه تخصني، زي ولنفرض انا هقول لك سكنز، يعني اقصد لو انا كنت ناوي هشتري سكنز ليا، او يعني حاجه لها دخل بالبشره او كده، وجوه السكنز ده هبتدي انا احط الكونتنت بتاعي واتعامل معاه جدا بكوبي وكات وبيستوري نيم، وحط جوا منه كونتنت ويوي والكلام الفاضي ده. طبعا هيكون لنا باع بشكل كبير في التعامل مع الانفنتوري يا جماعه، بس احنا حاولنا نقصر المفهوم البسيط بخص الايه هو الانفنتوري ده عباره عن ايه، وانا بعمل كنترول فيه ازاي، وهو بيتكون من ايه، وهو بيفيد في ايه بالظبط. الجانب الاخير كان خاص بمساله السورتنج للايتمز، ولو انت كنت عايز تعمل فلترنج، ولو انت عايز تفضي، او لو انت عايز تشير اور فايل، الكلام ده كان خاص بالكنترول في الاديشنال اوبشنز تبع الانفنتوري تبعك. لكن الانفنتوري بشكل اساسي انت راح تستخدمه بشكل كبير جدا جدا جدا، ودايما بيكون موجود معك. نامل ان الامور تكون اوضح. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.